لك شو انت شو؟ انا عم بقوصوا علي برا وراح اموت وانت قاعد هون تخبي مثل الصوان؟ طلعتي معك مثل قلتها يا بي. ليش بقى؟ ما بحب احمل سطاح، ما بحب اذي الناس. لانك واعدك. ابر افتح الباب. امرح. فوتي على غرفتي. شرس ابنك. صوت القواص طلع من هالقرنة. مزبوط سيدي. مين اللي قواص؟ شو بعرفني؟ ناس غرب عن الحارة. وين راحوا؟ ما بنعرف سيدنا، ما بنعرف. حدا تأذى فيكم؟ لا الحمد لله كلنا بنعرف. يعني ما ضل مكان غير هالبيت تخبي فيه السلاح يا أبي؟ خليك بحالك ولا تدخل بشغلي. عزة وجماعته ما رح يتركونا بحالنا لترجعوا المسلاح المسروق. بعرف، مشان هيك خبيته هون بالبيت. طب بركي عرف انه هون بالبيت. ما رح يعرفوا. السلاح لازم ما يضل بالبيت ابي. هذا البيت بيتي، وبعمل فيه اللي بدي اياه. هو اللي مو عاجبه هذا الحكي. ليكو الباب، بفوت جمال. ايه؟ وانت قلتها. كتر خيرك. أخي مشان الله لا تروح، لا تنسى إنه المرحومة وصتك فيني. ما رح أتركك لحالك أختي. يعني ما رح تروح؟ ما رح أروح. الله يخلي لي إياك وما يحرمني منك. شو رأيك نشرب شاي على رواق؟ شرفي. لا سعيد لا، منروح أنا وياك لحالنا. والشباب؟ الشباب بيستنونا بزقاق، بس نخلص شغلنا من ناديرهم بيحملوا السلاح عالتالي يعني. بس يعني بس بيني وبينك أنا فكرت إنه إذا كنا كترة. الكترة بتكتر أخطائنا وبيحس علينا أبو جبري وبيخرب لنا بيتنا بعدين. لك إيه معك، بس يعني حلو يكونوا الشباب معنا مشان يحمونا. ما حدا بيحمينا. بعدين أنت نسيت إنه ابن جبري ترك البيت وراح، يعني ما في حدا. والله مزبوط. قربت يا ابو جبري، قربت. جبري جبري مرني يا أبي. تعال عود نبر عود. ما عاد في لزوم تترك البيت. شو قصدك يا أبي؟ أنا رح رجع السلاح لعزو، بطل الشغلة كلها. أنت عجد عم تحكي يا أبي؟ ليه يا أبي؟ أنا ما عاد بدي شيء من هالدنيا غير تكون أنت وأختك مبسوطين ومرتاحين. إيه بس يا أبي حتى لو رجعت له السلاح، نسيان إنه في دم بيناتكم؟ عامل هالحساب، مشان هيك نترك الحارة ونروح نسكن بقرنة تانية بعيدة عن كل الناس. الله يخلينا ياك ويديم عزك يا أبي. الله يرضى عليكم يا رب. مزبوط الحكي اللي سمعته يا أبي؟ إيه يا أبي إيه. أنا رح روح هلا صفي كل حساباتي مع الناس اللي بشتغل معه، وبكرة بإذن الله من الصبح نتيسر. لكان رح نضب أغراضنا لبين ما تجي. يلا بخاطركم. الله معك يا أبي. من حصة ما عاد سمعت له نحس. يعني أبو جبري بالبيت؟ إيه معلوم بده يكون بالبيت، وين بده يكون؟ أنت سمعت صوته بأذنك ولا عم تحكي من عقلك؟ لا والله، أنا صوته ما سمعته، بس سمعت صوت بنته، يعني بنته أكيد ما أنا مجنونة ما عم تحكي مع حالها. مظبوط؟
ابي كثير طول وانا تعبت، رح فوت ارتاح بغرفتي. ايه فوتي ارتاحي اختي. صاير سلامي ولا كبل عصاي من ايدك. شو بدك؟ اذا بدك تعيش بدي السلاح او بدي راس ابوك. قتلته. هدي ما قتلته. قتلته. انا كبل عصاي. قتلته. لك شو في؟ قلت لك ما راح يتركونا بحالنا. لك واطي؟ لك أنا كنت عم دور عليك لرجع لك سلاحك كله وبطل الشغلة كلها. شو عمل فيك؟ على كل حال أنا الحارة وتارك لك ياها، ويا ريت ما تدور علي، لأنه إذا أجت عيني بعينك رح يكون آخر شي رح تشوفه. فوتي جيبي لي الحبل. قوم من قبير. قوم.